بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة المحور في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم ملعب الشاطر. أبرز عناوين حلقة اليوم: غانا تهزم مالي وتضمن التأهل للدور الثاني، أيضا مصر تفوز على أوغندا بهدف مقابل لا شيء. المنتخب يتدرب بلا راحة استعدادا لغانا. والشناوي يغادر إلى القاهرة صباح السبت. كبر ونجوم المنتخب يراقبون غانا. وجرانت بيقول مباراتنا مع الفراعنة بطولة خاصة. طبعا جرانت ده المدير الفني لمنتخب غانا. كابتن طارق السيد نجم نادي الزمالك ومصر في ضيافة ملعب الشاطر.